غادي نحضروا املو منزلي 100% بمكونات بسيطه وكيجي هائل، كيجي احسن من ديال المحلات. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناه مولات الدار. كنتمنى من البنات اللي مازال ما اشتركاتش تشارك معايا في القناه وتفعل الجرس باش يوصلها كاع الجديد. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه باش تصيبوا املو منزلي في الدار 100% منزلي، وكتخرج لكم كميه كبيره. غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا الربعة ديال الكاوكاو محمر، ونفركوه يعني نحيدو له القشور، ولكن البنات ردوا البال ما تحرقوهش، يتحمر غير شويه. ربعة زنجلان محمر وربعة ديال السكر كلاصي. اول حاجه كناخدوها كناخدو طحان كهربائي ديالنا، كنديرو فيه الكاوكاو كيف قلت لكم البنات يكون محمر باش يخرج لكم الزيت، باش يجيكم كاوكاو باش يجيكم املو زوين. راه هاد الوصفه البنات كتخرج لكم غير بالرابعه، الرابعه ديال الرابعه الكاوكاو والرابعه الزنجلان كتخرج لكم كميه كبيره. كنطحنوه مزيان، كتبقاو تزيدوا الكميه شويه بشويه. كطحنوه مزيان حتى كيولي معلك. كتشوفوا البنات هانتوما خاصو يتطحن مزيان حتى يولي منيل بحال هكا. هانتوما كتشوفوا كيولي عجينه وزنجلان. كنجيبوا الراس يعني الكاس الكبير ديال مولينكس العصير، كنديروا الكميه ديال الكاوكاو مطحون، ندير نص الكميه، نديرو الزنجلان، بالنسبة للبنات لهاد الكمية ديال ربعة الزنجلان وربعة الكاوكاو كندير فيها أنا ربعة العواشق ديال السكر، وكل وحدة على حسب الذوق ديالها، كاين اللي كتبغي الحلاوة بزاف، كاين اللي كتبغي السكر معتدل يعني الحلاوة معتدلة، وكاين تاني اللي كتبغي تخلطو بالعسل، دير العسل بلاصة السكر، يعني داكشي كيبقى على حسب الذوق. ونزيدو دابا الزيت البلديه، حتى الزيت البلديه كتبقى على حسب الذوق، واش بغيتيه عاقد ولا بغيتيه جاري كتبقى حتى هي على حسب الذوق. نخلطوه شويه، ندمجوا العناصر، نزيد الكميه الاخرى، نزيد الكمية ديال الزنجلان، السكر من الأحسن تخليو حتى الأخر وذوقو، وكيف قلت لكم راه كيبقى غير على حسب الذوق. دابا غنطحنو عادي باش يندمجو لنا العناصر مع بعضياتهم. نشوفوا بالنسبة للقياس ديال الزيت واش هو هذاك، كيف كتشوفوا البنات ها كيفاش كيجي، كيجي هائل البنات. هذه هي النتيجة النهائية اللي حصلنا عليها، كيف قلت لكم راه كيخرج كمية كبيرة غير بالرابعة ديال الزنجلان والرابعة ديال الكاوكاو. كيف كتشوفوا معايا كيجي حسن من ديال المحلات، وما كيجيش فيه نهائيا الريحة ديال الكاوكاو، كيجي زوين. ما تنساوش الاشتراك في القناه
والضغط على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك ولي كومونتير.